ما لا يقل عن 12 ألف فرد من الطيور المائية المهاجرة تعودت أن تحط بهذا المكان. سد بني هارون أهم المناطق الرطبة في الجزائر، ما يميز ضفافه غطاء نباتي يهيئ الجو المناسب لاحتضان مختلف الطيور المحمية والمهددة بالانقراض. لكن اللافت هذه السنة التراجع الكبير لنسبة إقبال هذه الطيور. إحصاء تاع العام هذا حصينا 4800 فرد على مستوى المسطح المائي لسد بني هارون، مقارنة بالعام اللي فات اللي وصل 12500 فرد، يعني كاين تراجع. نلاحظ تراجع في عدد الأنواع، وصل 23 نوع مقارنة بالعام الفارط اللي وصل 34 نوع. انتشار أكوام النفايات على ضفاف السد نفر الطيور المهاجرة، الفضلات غزت المكان وأصبحت خطراً على مستقبل المنطقة الرطبة بني هارون كحاضنة للطيور المهاجرة. البلاستيك راه يهدد بشكل خطير جداً وبشكل متسارع للحياة البرية داخل المسطح المائي. كمواطنين نوجه لهم نداء على النفايات وعلى البلاستيك، لأنه البلاستيك اللي هذا راح يطيشوه يشرب قرعة ما ويطيشها راح توصل هنا للمسطح المائي وراح تحتل يعني وسط طبيعي مهم جدا. الرمي العشوائي للنفايات والتصرفات اللا مسؤولة لبعض الأشخاص تنعكس سلبا على أكبر وأهم المناطق الرطبة في الجزائر وحتى على الحياة الحيوانية. الحفاظ على هذا المسطح المائي مسؤولية الجميع.